ولنقاش مخرجات الندوة التي عقدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة دكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، أكدتم في الندوة أن الحالة العراقية تعد مثالا لعدم الالتزام الرسمي بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ما هي أبرز النقاط التي تعكس الانتهاكات المستمرة حتى الآن في العراق؟ حقيقة أبرز النقاط هو المنهجية والانتهاكات على نطاق واسع التي حدثت في السنوات التي تلت 2003. هناك انتهاكات واسعة ومنهجية في هذه الانتهاكات ومخططات يجري تنفيذها عبر ارتكاب هذه الانتهاكات، لأنه اليوم على جميع المحاور وكافة الصعد المتعلقة ببنود ومواد الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نجد هنالك كم هائل من الانتهاكات والفظائع والجرائم المرتكبة بحق المدني العراقي من قبل سلطة نصبها الاحتلال وتتنطع حقيقة بالديمقراطية والحرية التي بان للجميع أنها مجرد زيف ومجرد ضحك على الذقون وكسب للوقت وتمرير لمخططات أجنبية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة قتل المدنيين وتكميم الأفواه وسياسة التجهيل والإفقار، كذلك الإذلال. كان العراق على سبيل المثال أنظف بلد في العالم بالنسبة لمسألة المخدرات، اليوم العراق ليس فقط ناقلا لهذه المادة السمية القاتلة، إنما هو مستهلك وتجارة وتعاطي لهذا في ظل حكومات الاحتلال وغيرها وغيرها كثير من الملفات التي تدلل على ذلك. أوضحتم دكتور في الندوة أن الأرقام الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان مصدرها البيانات الرسمية وأنها أقل بكثير من الواقع. ما هي دوافع حجب الأرقام الحقيقية؟ وهل هناك ما تخشاه الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات؟ لا شك أختي فاضلة، هذا يعني مسألة التوثيق هنالك صعوبات جمة حقيقة ترافق مسألة التوثيق والتثبت من الكثير من الانتهاكات، ووجود هذا الكم الهائل من الانتهاكات تمنع السلطات الحكومية المعنية إما تتستر عليه وإما تمنع الوصول له، أو حتى هو في حق الحصول على المعلومة هذا أيضا مسلوب في العراق، لأنه سيكشف ويفضح ما يجري على الواقع في الواقع وما ينال المواطن العراقي المدني من ظلم وحيف من قبل حكومات متعاقبة، وهذه الحكومة الثامنة جميع الحكومات معنية بحجب هذه المعلومات، جميع هذه الحكومات معنية بتكميم الأفواه والتستر على الجرائم لسبب واضح جدا أنها متورطة بشكل مباشر في بعض الجرائم وبشكل غير مباشر في بعضها الآخر. وبالنتيجة نحن أيضا نؤكد على أن هذه الأرقام هي أقل بكثير، وأن الأرقام الحقيقية للضحايا هي أضعاف ما يتم إعلانها رسميا في العراق كما ذكرت، لأن هنالك يعني بدون مبالغة في كثير من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان يعني كم هائل من الانتهاكات التي لا يمكن أن نحصرها وأن يعني نجمعها في ملف أو في مستند أو في فايل معين.
انطلاقا من الانتهاكات التي وثقتموها في دراستكم، ما سبل مساءلة الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات؟ أختي الفاضلة، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، هذه أولا. لكن حتى لا تضيع الحقوق، ينبغي على المتضررين والمتعرضين لهذه الانتهاكات أن يوثقوها بشكل مهني ومقروء بالنسبة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. لماذا؟ لأنه هذا هو السبيل الوحيد لتثبيت الحقوق. قد لا يستطيع أو قد يقول قائل أنه ما الجدوى اليوم؟ نعم، اليوم قد تكون لا جدوى لها، لكن سيأتي اليوم الذي يعني يحق فيه الحق ويزهق فيه الباطل. وهذا اليوم نجد يعني كثير من التغطية الدولية والتبرير والتغاضي حقيقة والتواطؤ مع الحالة العراقية، لكن لا شك أن هذا الموقف سيتغير، وهنالك بوادر كثيرة على تغيير هذا الموقف. لذا ينبغي أكرر التوثيق ثم التوثيق ثم التوثيق كي لا تضيع الحق. ما مدى مسؤولية المجتمع الدولي عما آلت إليه الأوضاع في العراق في ظل الدعم المستمر للنظام السياسي منذ عام 2003؟ هو الحقيقة تعلمين جنابك أنه مسألة حقوق الإنسان لم تعد قضية داخلية. مسألة حقوق الإنسان تعنى يعني يعتني بها المجتمع الدولي اليوم. وكثير من الانتهاكات حركت جيوش حتى تغير من هذا الحال أو من هذه الحالة أو من هذا. لماذا؟ لأنه هذا يعني هذا هو الجديد، التقدم في مجال حقوق الإنسان أو في مجالات حقوق الإنسان. لكن مع الأسف الشديد هذه الحالة في العراق، الجهة المرتكبة هي الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يستطيع العالم اليوم أن يعني يتحرك بشكل أو بآخر، وحتى إذا تحرك يكون التحرك متواضع أو على استحياء، وكأنه الموضوع يعني لا يخص المسألة الانتهاكات أو لا يشمل المحاور التي نتحدث عنها بحقوق الإنسان. ولكن هو الدول كلما اهتمت واحترمت حقوق الإنسان، كلما كانت هذه الحكومات شرعية. فعدم احترام حقوق الإنسان وعدم احترام كرامة الإنسان وعدم تقديم الحماية للإنسان، هذا يعكس عدم شرعية تلك الحكومات. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.